ايوه نايا بعرف انك جوا، بليز افتحي. انا مأكد انك عم تسمعيني. نزعته مرة تانية ما هيك؟ بعرف. قلت لك توثقي فيني. وانا من اول ما تعرفت عليك مش عم بعرف خليك توثقي فيني. اعطيتيني اول فرصة وضيعتها، تاني فرصة وضيعتها، صار مرة عن جد صدقيني صار عندي مشكلة عائلية. انا من زمان عم دور عليك حتى قبل ما اعرفك. بليز اعطيني فرصة. يلا افتحي اسمعيني، وإذا ما عجبك اللي رح أقوله رح أقفل. يلا شوفي لي اكلاتي ولا اكلات الشيف. يا تفضلي سخنين ما اعرف. شو أكلاتي ولا أكلات الشاف؟ صراحة أكلاتك حتى أطيب من أكلاته للسيف. سيف؟ أي كان دايما يطبخ لما كنا بإسبانيا. وين كنتوا تطبخوا؟ كيف يعني؟ يعني عنده بالبيت ولا عندك أو كنتوا عايشين سوا؟ لا ما كنا عايشين سوا، بس كل ليلة كنا نسهر أو عندي أو عنده. وكان يطبخ لك؟ ليه حاسة إنه في شي غريب عم بيصير؟ لا ما في شي غريب عم بيصير، بس أنا سألتك قبل إذا صار شي بينك وبين سيف وقلتي لي لا. وبعدي بقول لك لا. هالقد صعب عليك تصدق إنه في صداقة بين رجال ومرأة؟ أكيد مش مقتنع بالفكرة. أنا بعرف إنه ما في وحدة كانت رفيقة إلا ما صار شي بيناتنا أو حدا منا انغرم بالتاني. عجبني الحديث وين عم بيصير.
كنت عم فتش على تليفوني، قلت بركي يكون عندك. تالا حكيتيني؟ مرسي. عشو؟ ما تكوني مفتكرة جاي يطل عليكي مثلا؟ قلت لك عم فتش على التليفون. ما قلت لي شو هي هالمشكلة العويصة اللي خلتك تتأخر علي كمان مرة؟ فلك. مين فلك؟ فلك مرت المرحوم خيي ماهر، توفى من فترة قصيرة حادث السيارة، كانت هي حامل واليوم روحت. كان بالمطعم لما دقوري خبروني، كنت ناطرك. قالوا لي الماما مكسرة مكسرة الدنيا فوق راس فلك، جايني عليها، اعتبر انه هي مسؤولة انه كيف راح البيبي، انه عندها تقصد او شيء. هستنى يعني طالع ضغطها. هيدي كذبة بتتصدق؟ ما عم بكذب عليك. بعرف، بس بديك تبتسم لأن حسيتك قد مقهور. هذا الصبي كان بالنسبة لماما كل شيء، بتعرفي، مذكرها بابنها يعني، الشيء الوحيد اللي باقي منه. هذيك المعطرة كمان ما بكفيها خسران ابنها، كمان بدنا نقعد نلومها ونحملها مسؤولية. حزي بالوضع. ما بعرف شو بدي اقول لك. ماشي. انت وينك؟ لما جيت لعند امبارح بالليل كنت ناطرك. انت وين وانا وين يا زياد؟ كانت ولعان امبارح بالليل بيناتهم. وانا كمان كنت ولعان. زياد بلا هالحكي هلا، هلا حدا بيسمعنا. رح تجي لعند الليلة؟ بشوف. هلا ما بتشوفي، ناطرك. لك زياد قلت لك بشوف حسب الظروف. يلا باي باي. طلقينا. عم بلغ طلاق. ما رح طلقها. فلك مرتي ورح تبقى مرتي. هي مش مرتك. هي اللي قتلت ابن خيك. مش هي اللي قتلت امي. الله هيك بده. لا. الله مش هيك بده. الله ما بيأذي. مظبوط ما بيأذي امي. ولأنه ما بيأذي أخده. لأنه عارف شو كان ناطره. طول ما أنا حديك ممنوع تخافي، فهمت علي؟ ممنوع تخافي. إيه؟
هاي نايا. هاي. شو هالحلو هيدا اليوم؟ لا عادي. هيدا عادي؟ هيدا كله كرمال الموعد مع سيف. بلا سؤالي فاتن. الو، انت موافق على اللي عم يعمله ابن اختك؟ اكيد مش موافق يا بيك، ولا حتى امه موافقه. لكن شو اللي عم بيصير؟ ليه ما عم توقفوا عند حده؟ رح نوقفه، بس القصه بدها شويه صبر. اعطيني شويه وقت وكل شيء بيرجع مثل ما كان. شوف، هني كلمتين، يا بتوقفوا المهزله اللي عم يعملها سيف، يا حيكون لي شغل تاني معكم. يا ماما ليش عم تعملي بحالك هيك؟ ليش عم تتصرفي بهيدي الطريقة؟ أمي البنت ما ذنبها، الولد راح مش غلطتها. هيدي الشغلة بإيد الله ماما، أنت عارفة كتير منيح. بس هيك عم تفشي خلقك فيها للبنت مش أكتر. حلال دالا حلال. لا نام ارتاح شوي. آخ أمي شو رأيت أمي؟ لا فوت احكي معها أنت. ما بدي أحكيها، خليني روح على شغلي هلأ وبس نروق ومنبقى منحكي. لك ما بدك تالا، انت اختي وحبيبتي ما هيك؟ اكيد. فيني اطلب منك طلب؟ قلي. فلك عنده موعد اليوم كرمال عملية اجهاض، بدي اياك تروحي معه. جربي تنسي لمرة واحدة انك بتكرهي اختي، اعتبريها انسانة بحاجة لمساعدة كرمالي. أنا رايحة أجهز حالي، أنت كمان جهزي حالك. حضر حالي لشو؟ مش أنت عندك عملية؟ أنت بدك تاخديني؟ هو ما بدي بس مضطرة. كل مرة بقول إنه أمك ما بقى فيها تعمل شيء أكتر من هيك بترجع بتفاجئني. مش عم بفهم شو دخلها فلك اذا راح الولد؟ فيش خلقه فيها. شو فكرك يعني؟ امي بدها شيء تتلقط بحدا تفش خلقه فيه. كل واحد بهالعائله بده حدا يفش خلقه فيه. هي اللي مضروبه. ما في قدامه غير المعتره فلك. ايه كريتا. حرام هالبنت، من وقت ما فاتت لعندكن على البيت ما شفت يوم سعيد. كبري عليك يا جنى، ليش مين بيفوت على بيتنا ويشوف نهار سعيد؟ هيدا البيت ملعون، عيلة في عليها هيك كيرس، ما بعرف شو فيه، ما بعرف شو القصة، بس عيلتي شو بعمل طلع منن؟ عيلتي بدي اتحملن. شو بدي اعمل؟ طيب شو رأيك نغير الحديث ونحكي عن شي حلو؟ ايه عزيز في شي حلو يعني.
ايه نايا ولا لا؟ هو اذا في شيء مخليني احب الحياة هي نايا. ليه لانك بتحبها هالقد؟ يا ريت في حدا يحبني هيك. بعتقد في مروان ولا لا؟ يمكن منك مأكدة منه؟ هاو؟ ما بعرف، بيغار كتير، بيحب التملك كتير. أو شغلتين حلوين بالحب تبهي. لما ينزيدوا عن حدهم بيبطلوا حلوين. ألو؟ يلا فوتين القهوة أنا جاي. وصلوا؟ وصلت. يلا. جنى. هي أول مرة بتحس بيها صح أختي، يعني لو سمع منك سيف طلعها للمخلوقة كنا علقنا مشكلة كبيرة مع وشيه من غير شي لطين له على الكوع هو من ورا سيف ومشاكله بالشغل. أنت مش فاهم شو يعني يموت الولد ببطنه لفلك؟ مش فاهم أديب؟ بلا فاهم أختي فاهم، لأنه هيدا الولد هو ابن المرحوم ماهر. مش بس لأنه ابن ماهر، لأنه تكملة لعائلتنا. ما عاد في رجال بعائلة ديب، كلهم راحوا. مين بده يكمل نسل هالعائلة؟ قلي مين؟ شو نسيتي أختي؟ في سيف ولو؟ سيف شو عم يعمل؟ ما عم بيعمل شي سيف، ولا رح يعمل شي، منه هو بأوضة وهي بأوضة. فهمت هلأ؟ هلا نحن مبدئيا مشكلتنا الوحيدة اللي بينت بالأول هي الاسم. لازم نغير اسم البرودكت حتى نقنع الناس بده يشتروا انه نحن عملنا تغيير جذري بالخبرية. بس إذا اسمنا دجا بالسوق مش أحسن لو منضل بزيت الاسم؟ ما لأنه اسمكن موجود برأيي لازم يتغير. كيف يعني؟ حسب الدراسة اللي عملناها منتجاتكم متوجهة لأصحاب الدخل المحدود، بس بما أنه نحن كنا عم نحكي أنه بدنا نزيد الكواليتي تبع البرودكت فبالتالي أكيد التكلفة رح بتزيد وأكيد رح نضطر أنه نعلي الأسعار ورح نضطر أنه نتوجه لأصحاب الدخل الأعلى، بس هول الأشخاص ما رح يشتروا منتجاتكم إذا بقيوا بزيت الاسم لأنه بكل بساطة عندهم حكم مسبق عليهم. صح عم تحكي صح، نحن إذا حطينا إيدينا بإيدين بعض أكيد رح نعمل شغل حلو. بعد العرض الحلو اللي قدمته نايا شو بصدق قيمته يا جليل؟ صار لازم شوية تقتنعوا منه. بدي اشوفك. البرودكت كثير مهم. وفاتن كمان معك. ونحن بهمنا كثير. وانا مش رح صدق هالمرة إذا صار معك شيء وما قدرت ترجع الموعد. شو رأيك في هلا من الاجتماع؟ بما إنه نحن فيه أحسن ما يصير معي شيء. يعني ناوي ترجع تعملها فيه؟ طبيعي. تلت سبتة إذا ما جيت اليوم بكون متت. ما بدي إياك تموت. موت فيك.
الثالثة طلعت سبتي. سكرت تليفوني مشان ما حدا يدق لي يخبرني شو مصيبة. بعدين أنا قلت لك إذا ما جيت يعني متت. هون قلت لك إنه ما بدي إياك تموت. هون كنت جاي أقول لك إني بموت فيكي. هلا بدي إياكي تعرفي إني بدي أعيش فيك. بدي أعيش فيك. موجوع شيء؟ جسدياً لا، صحيح ما كان بدي إياه، بس مش لأنه ما بحبه، لأنه بحبه ما كان بدي إياه. ما كان بدي يجي على هالدنيا وينقهر معي، ما كان بدي يجي ويتعذب. تمنيت له الموت لأني بحبه، تمنيت له شي بشع تما يجي ويشوف شي أبشع. فكرت رح نتعشى بالمطعم. ما بقى بدعس هيدا المطعم، وجهه كان كتير نحس علينا. بعدين مش احنا نجي على المحل اللي التقينا فيه اول مره؟ بلا احلى. لمعلوماتك انا اللي طابخ بايدي. عن جد؟ ايه عن جد. ما بصدق. لا عن جد بعرف اطبخ كثير منيح. اف مين علمك؟ كنت عايش باسبانيا كل يوم اعمل اكلاتي بايدي، شوي شوي تعلمت الطبخ وحبيته والله. حلو. ما كنت عارفه انك عايش باسبانيا. في اشياء كثير ما بتعرفيها عني بعدك. اصلا ما بعرف شيء عنك. بس بتعرفي اني بحبك؟ كيف فينا اعرف؟ انا ما بكذب. ولا انا. لكن فيني اسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه، من زيك ما بتكذبي. ليه اعطيتيني فرصتين بدل فرصه؟ لاني ما بكذب ما رح جاوب على هيدا السؤال. لانك ما بدك تعترفي انك بتحبيني. ما بعتقد إن الحب يجي هالقد بسرعة. أوقات الحب بيجي بلحظة. لمين هول؟ جهزت لك العشاء. ليش مين طلب منك عشاء؟ لا قلت انه قلك من الصبح بلا اكل ولازم تاكلي كرمال. مين قالك؟ انا قلت لك شيء؟ طلبت منك شيء؟ لا. فلي من خلقتي. هيك تعالي هون. شفتي لي سلولاري شيء؟ ايه هي هونيك. ما بتعملي شيء غير لما اطلب منك. وهيدا عليها تبقي. مسكر شو هذا؟ شو بدي اعمل معه؟ ستة لا عايزة شيء؟ كان بدي مي، ليه مش حاطين لي مي بالأوضة؟ ما الست فلا كان شوي تعبانة وكنت عندها وهلا لحتى نامت حرام. ما حدا سألك عنه، روحي جيبي لي مي. حاضر.
اليوم طلع فيي هيك. كيف هيك؟ كان أول مرة بتشوفني. لما بطل اطلع فيكي هيك اعتبري اني بطلت حبك. ما عم بفهم كيف معقول يجي الحب هلقد بسرعة؟ صارت بلحظة. كم لحظة مرقوا بحياتك؟ ولا مرة. بس لما أكون عم كذب عليكي، في مرة كنت مفكر حالي بحب، بس بعدين اكتشفت إني غلطان. وكيف اكتشفت؟ لما حبيتك. شي بدك تقولي لي اياه؟ لا. على اساس ما بتحب تكذب داخلك. اوكي. بدك يعني احكي رح احكي. ما حبيت الطريقة اللي حكيت فيها امبارح. أنا وسيف بحياتنا ما كان في علاقة حب بيناتنا. في علاقة صداقة وبس. ولازم تتقبل هيدا الشيء. لأني ما رح أتخلى عنه كرمال حدا. أنا ما قلت لك تبطلي أصحاب أنت وسيف. سيف رفيقي كمان مثل ما هو رفيقك. ليش حكيت اللي حكيته امبارح لكان؟ لأنه كنت عم بستفسر. للحظة حسيت أنه في شيء بيناتكم ومن حقي أني أعرف. بس أنت سألتني قبل بمرة وأنا قلت لك أنه بحياتنا ما كان في شيء. ليش عم تبتسم؟ في شيء بيضحك؟ حبيت أول مشكل بيناتنا. هذا أول مشكل وهيك؟ هيدا بتسميه مشكل؟ لا تسر. ميرسي على السهرة الحلوة. ميرسي لأنك عطيتيني بدل فرصة اثنين. بوني تعقب؟ شو بوني؟ شو هيك بوني؟ لا لا طالع لهم. باي. سكر خط. آخ آخ. سيف. نعم. ما بدك تطلقها ما تطلقها، بس بدك تجيب لي منها ولد بدل الولد اللي مات. امي انت شو عم تحكي؟ بعتقد سمعتني منيح شو عم بحكي. وبعتقد لما تجوزتها كان اتفقنا كتير واضح. انت تجوزتها كرمال الولد، وهلا راح الولد وبدي غيره. لا انا ولا فلك ما كانت تفقيس حتى نجيب لك ولد ساعة اللي بدك امي. وانا بحب وحده تاني. كيف يعني بتحب وحده تاني؟ بحب وحده تاني امي. حبيبي حب تانية وتالتي ورابعة، حب قد ما بدك. ها ما حدا منعك، بس بدك جبنا ولد من فلك يحمل اسمنا وما ينقطع نسل العيلة. لا غلطان كتير، هيك عيلة لازم ينقطع نسل أمي.
وصلت؟ وصلت، بس قلبي بعده معك. عنجد وينه؟ ما شفته. فتشي جواتك بتلاقيه. مش منيحة أديب، مش منيحة. خال، في شي مصيبة جديدة اليوم؟ أنت بتعرف إنه سيف مغروم بوحدة؟ لا مش عارف، مين هي؟ شغلتك أنت تعرف لي مين.